بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بحضرتكم من جديد في سلسلة حلقات تعليم CSS 2.0. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا حلقتنا CSS Inclusion Dash Associating Styles. هنتعلم ان شاء الله النهاردة ازاي نعمل انكلوجن لملف CSS، لأكواد CSS داخل ملف HTML، ازاي نضمن اكواد CSS داخل ملف HTML، او طرق تضمنها بصفة عامة. يعني ان شاء الله بإذن الله الرجل ده بيقول ان عندك اربع طرق علشان تبتدي تعمل اسوسيت، عشان تبتدي تضمن كود CSS وتربطه بملف HTML بتاعتك، تمام؟ اتنين منهم الاكثر شيوعا استخداما، الاولى اسمها الان لاين سي اس اس، والثانيه اسمها الاكسترنال سي اس اس، ودولت هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. يعني مبدئيا في الاطار العام كده عندنا اربع طرق نقدر نعمل بيهم اسوسييت لكود السي اس اس جوه ملف ال اتش تي ام ال. الاولى امبيدد سي اس اس اللي اسمها this style element. طبعا احنا طب عرفنا ان كلمة element معناها tag element، الكلام ده كله عبارة عن عناصر من عناصر HTML. فانا نستخدم الطريقة ديت باستخدام واسم من وصوم ال HTML اسمه this style element. قصة المشوار ده ان هو بيقول لك ان ال style element ديت بتتحط فين؟ بتتحط في الهيد بتاع الصفحة، بتفتح واسم اسمه style وبتكتب فيه مجموعة من الاتريبيوتس الخصائص اللي بتشغل، وبتكتب ما بين بداية الوسم ستايل، الوسم البداية ووسم النهاية، بتكتب مجموعة الأكواد اللي انت عايزها تتفلتر، اللي انت عايزها تتطبق، اللي بتكتب فيها الرولز بتاعتك، تمام كده؟ اوكي، الاتربوتس ديت عبارة عن خاصيتين، طيب وميديا. طيب ما تيجي نطبق عملي كده ونشوف بتمشي القصة ازاي. عندي ملف HTML عادي، احنا في اول طريقة من الطرق. طيب الطريقة ديت بالضرورة لازم تكتب الوسم بتاعك جوه الهيد، الوسم اللي احنا هنشتغل عليه هو ستايل، واسم بداية واسم نهاية. طيب جوه الوسم ستايل بداية ونهاية بتبتدي تضمن مجموعة اكواد السي اس اس اللي انت عايزها تطبق على ملف ال اتش تي ام ال بتاعك. ولنفرض مثلا انت كنت عايز تطبق تأثير معين على العنصر H6، على element H6، خلاص اوكي ادي H6، بتكتب بالصيغة اللي احنا تعلمناها وتفتح البريسز وبتبتدي تكتب مثلا color red، ادي control S، وبتبتدي تعمل preview على كروم، refresh، نطلع فوق، بالفعل H6 بيجي color red، بيجي لونه احمر. ماشي، النقطة الثانية هو كان عايز يقول لك دي طريقة يعني، وهكذا بالمثل. لو انت مثلا عايز تشغلني على البي اللي هو الباراجراف، واسم الباراجراف، اوكي عادي بي، افتح البريسس ونقول باك جراوند داش color silver على سبيل المثال يعني، بريفيو، هتلاقي الخلفية بتاعت البي بقت سيلفر، وهكذا. دي أول طريقة من طرق تضمين أكواد السي اس اس جوه ملف ال HTML بتاعك، تمام؟ ماشي، هو هنا كان بيتكلم عن مجموعة من الأتريبيوتس اللي بتشغلك على اسم ستايل، اتكلم لك على أتريبيوت اسمها طيب وأتريبيوت اسمه ميديا. الخاصيتين دول بيتم إلحاقهم بالوسم ستايل، احنا على فكرة شغلنا الوسم ستايل من غير أتريبيوتس اهو، ستايل على كده. هو بيتكلم عن إن في خصائص بيتم إلحاقها بالوسم ده. الخاصية الأولى طيب، أنت بتكتب إيه؟ أنت نوع الكلام اللي أنت عايز تكتبه إيه؟ بتبقى القيمة بتاعتها تكست سلاش سي اس اس لو أنت كنت بتكتب CSS. الميديا بقى ده خاصة بالديفايس اللي انت هتبتدي تعرض عليه الموقع، ما اذا كنت هتعرض على سكرين شاشة، ولا هتعرض على تي في، ولا هتعرض على بروجيكشن فبيبقى في وضع دايما الفول سكرين، وهكذا. الوضع الافتراضي للميديا بيكون اول، ووضع افتراضي للتايب بيكون انا بصراحة مش عارف الوضع الافتراضي للتايب بيكون ايه، بس انا اساسا ما كتبتهاش. عايز تكتبها ما فيش مشاكل، مش عايز تكتبها it's up to you، الموضوع ده طبعا يرجع لك. هو كان مطبق هنا على H1 واحنا طبقنا على H6. ده اول طريقة من الطرق
لوك اللي تقدر بيها تضمن كود السي اس اس بتاعك جوه ملف ال HTML. طيب نبتدي نشرحها تاني. الطريقه ديت اسمها باستخدام وسم اسمه ايه؟ وسم اسمه ستايل. والوسم ستايل ده بيتحط فين؟ بيتحط في الهيد بتاع الصفحه. ما بين الوسم ستايل بدايه ونهايه بتبتدي تضمن مجموعه الاكواد الرولز بتاعت السي اس اس اللي انت عايز تطبق على مين؟ على جميع عناصر الصفحه اللي موجود فيها الرولز ديت. يعني انا موجود جوه صفحه الاندكس اهي، انا موجود جوه صفحه الاندكس، فبالتالي كل الاكواد اللي هكتبها في الستايل هتطبق على الصفحه اللي انا موجود جواها من غير ما اطلع بره او اروح لاي مكان تاني. ده بالنسبه لاول طريقه. طيب خلينا نشوف الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه اسمها ايه؟ اسمها الان لاين سي اس اس باستخدام ذي ستايل بات نوت اليمنت ذي ستايل اتريبيوت. المره اللي فاتت استخدمنا ستايل اليمنت ده تاج منتجات ال HTML. المره ديت بقى نستخدم حاجه اسمها الان لاين سي اس اس باستخدام باستخدام خاصيه من خصائص ال HTML اسمها مين؟ اسمها ستايل. طالما خاصيه يبقى هتم اسنادها لمين؟ للسيلكتور. طالما اتريبيوت هتم اسنادها للسيلكتور، والسيلكتور ده مع الاتريبيوت ديت هيبتدي يديله قيمه معينه. ماشي اوكي. الفكره العامه لكتابه الله اكبر الله اعظم. الفكره العامه لكتابه القصه ديت ان انت بتحدد الوسم اللي انت عايز تكتب اللي انت عايز تفلتر عليه، وتروح ضايف له الخاصيه اللي اسمها ستايل، وبعدين تروح اليساوي ما بين دبل كوتيشنز تبتدي تكتب الستايل رول بتاعتك، الطريقه اللي احنا اتعلمناها علشان نكتب بيها مين؟ نكتب بيها اكواد السي اس اس. طيب خلينا نطبقها كده الاتريبيوت ستايل بس، نجرب نشغلها ديت، كده احنا مش عايزين الوسم ستايل ده ان لاين. انا كده كده هخلي الملف الرول بتاع السي اس اس بتاعي يتحط جوه ملف ال HTML مع الاليمنت نفسه. انا هطبق وسم، هطبق اتريبيوت، هطبق خاصيه على وسم. طيب ف H6 هروح اقول له لا ده انا عايز مين؟ عايز ستايل. طيب عايز مين الستايل؟ ما بين دبل كوتيشنز ابتدي تحط لي رول بتاع السي اس اس اللي انت عايزه يشغلك. مثلا انا عايز كلر اكوا ولنفرض اوكي. يبقى انا خليت الطريقه ديت، انا استخدمت خاصيه اسمها ستايل، وجوه الستايل ديت حطيت كلر دوت اكوا، حطيت كود الرول بتاع السي اس اس اللي انا عايز اكتبه. فنشوف في البريفيو كده هل هتطبق ولا مش هتطبق. ريفرش، لو طلعنا فوق كلر اكوا بالفعل اشتغلت على مين؟ على كود السي اس اس اللي هو ال H6. تمام، ده باستخدام خاصيه اسمها الخاصيه ستايل. طيب انا لو عايز اطبق اكتر من خاصيه، في مشاكل لو ما في اي مشاكل خالص بعد الكوتيشن بتاعك، بعد الكوتيشن بتاعك رو وكمل اوكي ماشي معاك باك جراوند. نروح نبتدي نعمل ريفرش اوكي عادي جدا اتطبقت. برضه ممكن تكتب اكتر من خاصيه ابصيهم من غير اي مشاكل. ده باستخدام مين؟ ده باستخدام الطريقه ديت اللي اسمها الان لاين سي اس اس. طيب اسمها ان لاين سي اس اس ليه؟ لانك انت بتكتب كود السي اس اس وكود ال اتش تي ام ال، الاثنين ممكن يكونوا ان لاين مع بعض مدمجين. يعني مش زي الطريقه اللي فاتت انا فصلت ما بين كود ال اتش تي ام ال وكود السي اس اس، بان كود السي اس اس يتحط في الهيد فوق في وسم لوحده، وكود ال اتش تي ام ال موجود في الباطي. لا انا حطيت ادرجت وسم ادرجت الرول بتاعت سي اس اس ده تضمنها جوه ملف مين؟ جوه السطر البرمجي الخاص بمين؟ بالالمنتات بتاعت ال اتش تي ام ال. وديت اسمها مين؟ ديت اسمها الان لاين سي اس اس. وديت واحده من اقوى الطرق اللي بتقدر واحده من الطرق عموما يعني اللي بتقدر تضمن بيها اكواد السي اس اس جوه ملف ال اتش تي ام ال بتاعك. اوكي طيب هو برضه انا مطبق على اتش 1. طيب الطريقه الثالثه عباره عن اكسترنال سي اس اس او باستخدام ذا لينك اليمنت. ركز جدا معايا في الطريقه ديت. اكسترنال سي اس اس باستخدام لينك اسمه اليمنت. اكسترنال سي اس اس كلمه اكسترنال في الترجمه معناها حاجه خارجيه. الطرق اللي فاتت ديت كلها انا كنت بكتب اكواد السي اس اس بتاعتي جوه ملف ال اتش تي ام ال نفسه، هو جوه ملف ال اتش تي ام ال نفسه تمام. لكن في الطريقه ديت غير، الطريقه ديت مختلفه عن الطريقتين اللي فاتوا تمام، او عموما الطريقتين اللي جايين مختلفين عن الطريق عن الطريقتين اللي فاتوا. الاثنين اللي فاتوا كانوا ان لاين مع بعض، الاثنين بيتم ادراج اكواد السي اس اس والاتش تي ام ال بالضروره في ملف واحد. بس الاكسترنال اتش سي اس اس ساعتها بقى انا هعمل سيبريتد ملف منفصل. سو نقول ان انا هيكون عندي ساعتها ملف الاتش تي ام ال اللي فيه محتويات الموقع لوحده،
وهيكون عندي ملف تكست لوحده بامتداد دوت سي اس اس لوحده، وفي مجموعه الاكواد اللي انا عايز اطبقها على الاليمنتات بتاعت الاتش تي ام ال. يبقى انا عندي ملف منفصل للاتش تي ام ال وملف منفصل للستايلات بتاع السي اس اس، وهبتدي اعمل كونكشن اربط الاثنين ببعض باستخدام وسم اتش تي ام ال بيتحط في مكان معين من الصفحه في الهيد اسمه لينك. سو طيب ما تيجي نطبقها كده بالراحه، نفتح نوت بار بلس بلس. وانا عندي طيب انا مش عايز الطريقه ديت خلاص اوكي. إيه عندي كده ملف ال HTML ما فيهوش اي اكواد CSS بس HTML بيور اوكي ماشي. إيه عندي ملف CSS تاني انا سميته CSS 2. طيب سو انا مش عايز ده خالص، خلينا نعمل واحد جديد. ادي ملف جديد وهبتدي احط فيه اي كود من اكواد CSS، ولنفرض انا عايز اطبق خلفيه على البادي ماشي، عايز اخلي البادي بتاعت الموقع ده تاخد لون معين. طيب ساعتها انا هبتدي هشتغل على الوصم بادي، فشغلني على الوصم بادي. هكتب كود السي اس اس بتاعي عادي، عايز مني عايز ايه من البادي؟ باك جراوند كلر داش، ولو ادينا لها مثلا ولنفرض سيلفر. طبعا الكلام مش متلون ليه؟ لاني الديسك لسه احمر فانا ما حفظتش. ابتدي اعمل كنترول اس واحفظ المميز، خد بالك من الاسم، انا عن نفسي هسميه ولنفرض مثلا سي اس اس 5. الاكستنشن بتاعك مهم جدا، لازم يبقى بالامتداد دوت سي اس اس، لازم يبقى كاسكيدنج ستايل شيت. اختار الاكستنشن واختار الاسم وابتدي اعمل سيف. يبقى انا كده عندي ملفين منفصلين، ملف الاندكس اللي فيه اكواد اتش تي ام ال بيور وملف السي اس اس اللي فيه اكواد السي اس اس بيور. هبتدي استخدم نوع من انواع الربط ما بين الاثنين، وده بيكون عباره عن ايه؟ يعني وده بيكون عباره عن كود اسمه لينك. فكده مفيش ربط ما بين الاثنين. جرب تبتدي تعمل ريفيو كده عندك، ريفرش عادي ملف ال HTML ما فيهوش اي ستايلات، ده فيه بس اكواد ال HTML بس. تمام كده؟ طريقه الربط بقى بتتحط في ملف ال HTML في الهيد باستخدام وسم اسمه لينك، وده وسم سنجل يعني وسم مفرد مش محتاج بدايه ونهايه. بتشغلوا مجموعه من الاتريبيوت. تمام كده؟ ركز معايا بالله عليك. بيشغلوا مجموعه من الخصائص. اول خاصيه ري بتساوي قيمه، تاني خاصيه اسمها ايه؟ تاني خاصيه تايب بتساوي قيمه، تالت خاصيه اتش ار اي اف سورسك فين بتساوي قيمه، رابع خاصيه ميديا عايز تعرضه على ايه بتساوي قيمه. تمام كده؟ ماشي. الخاصيه ريليشن انت عايز تربطني، بالله عليك انت عايز تربطني بايه؟ اكشولي انا بشغل على ملف ستايل شيت، انا هربطك بملف ستايل شيت. طيب طيب التايب بتاعك اللي انت كنت بتكتب بيه الاكواد ايه؟ اكشولي انا جربتها قبل كده تكست سلاش سي اس اس تكست على سي اس اس. السورس بتاعك فين؟ عايز تربطني بايه؟ يعني احنا عارفين ان قصه الاتش ار اف ديت محتاجه مكان، لا محاله، محتاجه ملف، محتاجه حاجه تربط بيها. طيب انت هتربط ملف الاتش تي ام ال بملف سي اس اس، اسمه ايه؟ ده اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو سي اس اس 5 دوت سي اس اس. الميديا ولنفرض افتراضا بتكون اول، انا عايز اعرض الموقع على كل حاجه فنخليها اول، او خلينا نقول سكرين ماشي مش مشكله. ادي اول، انا كده حققت كونكشن ما بين ملف اللينك ملف ال HTML وبين ملف ال CSS رغم ان ده ريموت. طيب نجرب ونعمل بريفيو كده عشان نتاكد. طيب سو رائع جدا، الخلفيه بقت سيلفر بالفعل، يعني الموضوع اتحقق. ماشي، للناس اللي هي برده ما كانتش متابعانا، هتدخل جوه الاندكس بتاعت جوه الاندكس مش هتلاقي مكتوب اي اكواد سي اس اس تماما. طيب من فين جا التطبيق؟ جا التطبيق من اكواد السي اس اس اللي مكتوبه الموجوده سيباريتد في ملف تكست منفصل سميته باسم سي اس اس 5 دوت سي اس اس. هبتدي اكتب مجموعه الفلاتر اللي انا عايز اطبقها عليه، يعني مش بس شغلني على وصم بادي، ماشي اكتب زي ما انت عايز اتش 6 شغلني على وصم اتش 6 كلر ايكوالز لم ماشي، شغلني على الوصم بي ماشي اوكي، شغلني على الوصم بي باك جراوند. خلينا ننسخها نسخه طيب من فوق ونغير في شفره اللون او في كود اللون عموما، يعني باك جراوند، باك جراوند كلر نقول مثلا ماشي اكو. ادي كنترول اس، فانا كتبت مجموعه من الشفرات، مجموعه من الستايلات، الستايلات ديت كتبتها في ملف السي اس اس وهطبق وابتدي نعمل بريفيو عليها. ريفرش، ادي لين
وادي خلفيه مع وهكذا. المهم القصه ديت نجحت بالفعل، ده باستخدام حاجه اسمها الاكسترنال سي اس اس باستخدام لينك اسمه لينك اليمنت. تمام، الطريقه ديت اعلم عليها 5 نجوم لان هي هتفيدك في اماكن كتيره جدا، والطريقه ديت طريقه ممتازه جدا، والطريقه ديت اي بريفيرد انا بفضلها. وانا ان شاء الله يعني الموضوع كله يرجع لحضرتك كديزاينر او كديفلوبر عموما يعني، بس الطريقه دي طريقه ممتازه جدا وبتخليك بتتحكم فين في ملف سي اس اس من غير ما تتضايق من ملف الاتش تي ام ال. تخيل لو انت كنت بتصمم موقع او حجمه كبير وانت بتضمن اكواد الاتش تي ام ال واكواد السي اس اس في ملف لوحده، يعني الاثنين في ملف واحد، تخيل كميه الاكواد هتكون كتير جدا، وبالتالي انت ممكن تدوخ في النص. انما كونك انت تعمل مثلا ملف الاتش تي ام ال البنيه الهيكليه للموقع في ملف منفصل، وتبتدي بعدين تعمل البنيه الاستيلاط اللي هو الاشكال والالوان والكلام ده في ملف منفصل وتدمج ما بين الاثنين، ده امر سهل ويسير. كما ان الامر المميز الثاني انت ممكن تغير اكتر من ستايل في ملف واحد، يعني ممكن تخلي الموقع بتاعك ليه اكتر من ستايل، تمام، وكل ستايل ياخد ملف سي اس اس الواحد. وساعتها لما تحب تمنتج على الموقع هتبتدي تغير الاتش ار اف، يعني تغير الستايل، تكتب اسم الستايل اللي انت عايز تطبقه على ملف الاتش تي ام ال وهو اوتوماتيك هيبتدي يتطبق. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لاستخدام الاكسترنال سي اس اس. الطريقه الرابعه والاخيره بقى باستخدام حاجه اسمها الامبورت سي اس اس، باستخدام خاصيه اسمها ات امبورت رول. ماشي، اتمبرت is used to import an external style sheet in the manner similar to link element. Here is the generic syntax atimbert. طيب بيقول لك عموما يعني atimbert دي الطريقة بتستخدم عشان تعمل import لملف CSS، يعني بتعمل استجلاب استحضار انت عايز تخليها تحمل ملف من ملفات ال CSS. خد بالك لو انت بتستخدم atimbert يبقى لازم تكون اول حاجه فين في الستايلات بتاعتك. ماشي، هنشوف تطبيق الطريقه الامبورت ديت ازاي. ماشي، نشوفها دلوقتي. احنا كنا بنستخدم وسم اسمه هنا لينك. طيب برضه انا اكسترنال، انا الطريقتين دولت ربط خارجي، بستخدم خاصيه اسمها ات امبورت. طيب من شروط استخدام الخاصيه ديت ان يكون عندك وسم ستايل، يعني هي هتتضمن ما بين وسم ستايل بدايه ونهايه. اوكي، حطيت وسم ستايل بدايه ونهايه، تبتدي تستخدم الات امبورت. ادي ات امبورت، وديت ليها اكتر من طريقه او ليها سنتكسين بالظبط علشان تبتدي تضمنها. اول سنتكس هي على كده بدبل كوتيشنز، وحط الفصله المنقوطه بتاعتك. ات امبورت انت عايز تربط مين؟ انت فين الملف اللي انت عايز تربطه؟ ولنفرض انا برضه هربطه بسي اس اس 5. طيب اوكي، سي اس اس 5 دوت سي اس اس سوري كنترول اس. المفروض طبعا كده ما يحصلش اي فرق، لما انا اعمل بريفيو المفروض تطلع كل حاجه زي ما هي. اوكي ده صحيح، كل حاجه فضلت زي ما هي، وده معناه ان طريقه الربط باستخدام الخاصيه ات امبورت نجحت وهي صحيحه. تمام كده، ماشي. اوكي، الحاجه الثانيه باستخدام حاجه اسمها او ممكن اضيف لها يو ار ال وافتح اقواس. طيب خلينا نقول بلاش الطريقه ديت، ماشي مش عايزينها ولا ماشي، الله المستعان. دي باستخدام الخاصيه ات امبورت ديت واحده. ماشي، الفرق بقى ما بين الاكسترنال شيت وات امبورت، يعني ان انا اربط باستخدام الات امبورت واربط باستخدام الطريقه اللي فاتت اللي هي باستخدام الوسم لينك. اللي انا عايزك تفهمه ان ممكن باستخدام الات امبورت ديت تبتدي تربط باكتر من ملف في وقت واحد، يعني يكون عندك اكتر من كود سي اس اس في وقت واحد. طيب حطها في بالك بس، وانا مش هتكلم دلوقتي عن قصه الفرق ما بين الاثنين لان الفرق ده حساس وصدقا مش وقته. ان شاء الله باذن الله لما يكون او لما نتحط في طور التصميم لموقع كامل ساعتها نفرق ما بين الاثنين دول، بس مبدئيا دول الطرق اللي تقدر تربط بيهم ملف سي اس اس بملف اتش تي ام ال باستخدام الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها، الاربع طرق دولت. واخر طريقه كانت عباره عن الوسم ات امبورت اللي بتحط فين؟ بتحط في الهيد باستخدام
باستخدام الخاصيه او باستخدام الخاصيه ستايل. تمام كده، اوكي جميل. طيب هناخد بريك كده فاصل لغايه لما نوصل. احنا كده يعني غطينا جزء كبير جدا، او يعني غطينا جزء من الاجزاء اللي احنا عايزين نغطيها في حلقه النهارده. هناخد فاصل كده في قصه علشان بس يعني الناس ما تملش مننا من اكواد وكده. الفاصل ده هيكون عباره عن صفحه ويب موجودة على الانترنت من موقع اسمه ويكي صحة. الموقع ده يعني عايز يقول فيه ايه؟ الرجل هو بيشرح كده يعني ان شاء الله بس انها احاول اكتب اللي احط اللينك بتاعه تحت الفيديو. بيقول ان في عالم دكتور اسمه، هو كاتب الاسم هنا، بيوظف بعض المجرمين علشان يخدم تجاربه وابحاثه العلميه مقابل ان هو يدفع فلوس لاهلهم، يعني كده كده للناس اللي محكوم عليهم مثلا بالاعدام، او اللي الناس اللي هي كده كده اجرمت جرم عظيم وكده كده هتطلع بره الدنيا، فبيجروا عليهم تجارب نفسيه وتجارب علميه، هم كده كده ميتين، فعلشان كده التجارب ديت ما بيكونوش ضامنين نتائجها، بغض النظر عن الكلام ده اخلاقي او علمي او ماليش دخله بالقصه ديت، مقابل مجموعه من المغريات الثانيه الامور الثانيه بان هم يكتبوا اسمهم في البحث العلمي، ان هم يعوضوا عليهم بتعويضات ماليه او اي حاجه. بيقول لك ان العالم ده عمل حاجه غريبه شويه، جاب لك واحد من المجرمين المحكوم عليهم بالاعدام وخلاه يقعد على كرسي من الكراسي. الكرسي ده قعدوا عليه وابتدى يربط له ايديه ورجليه كده بالكرسي بحيث ان هو ما يتحركش تماما. لمن ما يعلم برضه طريقه التنفيذ بالحكم بالاعدام في بلاد مثلا زي ولايات من ولايات كاليفورنيا، مش فاكر اسمها، الولايه المشهوره بالسجون ديت، بيجيبوا الشخص اللي هو محكوم عليه بالاعدام ويروحوا يقعدوه على شيزلونج كده، وبعدين يروحوا يربطوا له ايديه ورجليه بحيث ان هو ما يتحركش خالص، ويروحوا يحطوه في الاوضه اللي هم يبتدوا ينفذوا عليه الحكم بالاعدام، وبيقدموه بواسطه ثلاث حجن. حجنه في الاول بتعمل له اغماء تام علشان ما يشوفش او علشان ما يحسش باي الم في الموت بتاعه، والحجنه الثانيه بتبتدي تعمل له بتشلل له جسمه بالكامل، يعني بتشلل العضلات. الحجنه الثالثه اوتوماتيك بتبتدي الصفر العظيم رب، الحجنة الثالثة انا مش فاكر اسم المادة بتاعتها ايه، لكنها بتوقف نبضات القلب، فبيموت في نفس اللحظة من غير بقى ما يحس بألم او ما شابه يعني. ده في ولاية من الولايات. نرجع للقصة بتاعتنا، بعد ما جابوا بيقعدوا على الكرسي وابتدى قال له ان احنا هنبتدي ننفذ معاك، او انت كده كده ميت، فاحنا هنحاول نقطع لك شرايين ايدك، يعني هنقطع شرايين ايديك وهنشوف الوقت اللي هيستغرقه جسمك لغاية لما النبض دم يتصفى منه وانت تموت. فاداله حجنة خلاه يغيب عن الوعي، واول ما فاق هما كانوا رابطين دماغه كده بطريقة بحيث ان هو نظره دايما يبقى شخص لقدام، حتى ما يعرفش يلتفت يمين او شمال، بحيث ان هو ما يقدرش يبص على اي جزء من اجزاء جسمه. تخيل معايا شكل انسان موجود على كرسي متكتف ايديه ورجليه ونظره شخص لقدام من غير ما يعرف يبص حتى على مكان ايديه فيها ايه. وحطله تحت من ايديه جرادل ايا كانت هي ايه، وحطله في ايديه خراطيم مية، خرطوم زي خرطوم كده بينزل نقط، والراجل ده سامع صوت النقط في الجردل الحديد ده، كان نظام من أنظمة التعزيف في السجون أيام زمان اللي هي قصة المية وكده ده. فالراجل سامع صوت نقط مية بتنزل في جرادل معدنية على يمينه وعن شماله. هو أول ما فاج قالوا له إحنا على فكرة حجمناك، أو إحنا بالفعل قطعنا شرايينك، وأنت دلوقتي في طور الموت، أنت على فكرة وسامع النقط ديت، النقط ديت اللي بتنزل منك ده نقط دمك اللي موجودة في اللي بتتصفى من شرايينك. وطبعا هو شخص ومش عارف، يعني مش قادر يبص على ايديه وهو غايب عن الوعي، يعني تحس ان هو مش قادر يتحكم في نفسه،
فلما جالوا له الواقعه ديت ما هو يعني كان مغمى عليه حاجه هو علشان يكملوا التجربه علشان هو يجهزوا نفسيا للقصه ديت. واول ما فات جالوا له الحشد ديت، على الرغم من ان هم ولا قطعوا شرايينه ولا اي شيء خالص، ده كل اللي حصل ان هم زي قصه خرطوم ميه بينقط مجموعه من النبط كده في الجرادل، والجرادل بيسمع صوتها. فهو صاحبنا لما قالوا له الحقيقه، لما قالوا له المعلومه ديت افتكر او صدق المعلومه تماما بذهنه وعقله الباطن، صدق ان الكلام ده بيحصل حقيقي. وساعتها الغريب بيقول راوي القصه ان هو اهو بعد عده دقائق لاحظ البحثون شحوبا واصفرارا يعتري جسم كل جسم المحكوم عليه بالاعدام عن قرب. عندما كشفوا عن وجهه وجدوه جميعا بانه قد مات. ده ليه الراجل ده ان هو ميت ازاي؟ الله، ده احنا ولا قطعنا شرايينه ولا عملنا فيه اي حاجه خالص، احنا ما عملناش فيه اي حاجه والراجل مات اوتوماتيك. مات ازاي؟ مات بسبب خياله المتقن صوتا وصوره دون ان يفقد قطره دم واحده. وبيقول لك ان الادهى انه قد مات في الوقت نفسه الذي يستقرقه الدم ليتساقط من الجسم ويسبب الموت. يعني ان العقل بيدي اوامر لكل اعضاء الجسم بالتوقف عن العمل كاستجابه للخيال المتقن كما يستجيب للحقيقه تماما. تخيل ممكن عقلك يدي اوامر لاعضاء جسمك ان هي تموت. بيقول في انتباهك ده صغيره، انتبه جيدا لخيالك فاعضاؤك وملكاتك كلها ستستجيب للصورة التي ترسمها بإتقان. الرسائل الدماغية سواء الإيجابية أو السلبية تحدد نهج حياتنا التي نعيشها. بعض الناس استطاعت شفاء نفسها من أمراض مثل الأورام السرطانية والكبد فقط بقوة عقلهم الباطن. فلا تستهين بقوة عقلك الباطن. ديت معلومة عادية كده خفيفة، آسف على التأخير فيها بس هي شدتني يعني وحبيت أقولها. بالنسبة لقوة عقلك الباطن، إيه اللي أنت بتحطه في دماغك؟ خليك حريص جدا على اي حاجه انت بتحطها في دماغك وشوف هي هتوديك فين وهتجيبك من فين. استغرب من الناس بتنتقي افضل الاطعمه ليه؟ يعني استحاله ان انت تاكل طعام موجود في الزباله. طب انت ليه بتفضل تدي لعقلك افكار تجيبها من الزباله؟ ليه بتدي لعقلك افكار سلبيه؟ لا، خلي عقلك دايما احشي بالافكار الايجابيه والتفاؤل والتوكل على الله عز وجل، وانت ان شاء الله باذن الله هتكون في افضل حال. رائع جدا. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا محمد نبي الأمين وبارك عليه وصحبه وسلم. نرجع للسي اس اس بتاعتنا. المعلومة الثانية بتكون أو الفكرة اللي هنتكلم عنها دلوقتي سي اس اس all overriding. overriding معناها زي نظام التركيب أو مين يسبق مين، مين أولى من مين، مين بعد مين، مين تحت مين وهكذا. We have discussed four ways to include CSS styles in HTML document. Here is the rule to overriding the style rule sheet أو style sheet rule. طيب أول حاجة بيقول لك مين اللي ليه أولوية في التنفيذ. احنا استخدمنا او احنا ضمننا اربع طرق مختلفة. طيب مين اولى من مين؟ يعني لو مثلا حصل تعارض او انا غلبت ادرجت طريقتين، مين اولى من مين؟ مين هيسبق مين؟ طيب اول حاجة اني انلاين ستايل شيت تيكس هايست بريوريتي. اي انلاين ستايل شيت بياخد البريوريتي الاعلى. يبقى اول حاجة بيشوفها البراوزر هو بيعمل رندر الانلاين ستايل شيت. يعني لو انا كان عندي اكسترنال ستايل شيت وعندي انلاين ستايل شيت، عندي طريقتين، عندي بالانلاين وعندي اكسترنال، هو هيشوف الانلاين وعليه ما نروحش بعيد. اوكي احنا موجودين هنا باستخدام خاصيه اسمها امبورت وده مش يعتبر اكسترنال، انا مش مرابط بغرف اكسترنال. اوكي خلينا نطبق انلاين ونشوف مين. يعني انا عندي هنا شغال على اتش 6 لونه ليموني، تمام. خلونا نقول هنا هنكتب وسم انلاين، ماشي ادي ستايل بتساوي، وانا عايز منها مثلا كولر تديني ريد، واخد بالك؟ يبقى كده عندي طريقتين، انا ضمنت طريقتين، مضمن اكسترنال رابط ملف سي اس اس وفي الاتش 6. بص الاتش 6 واخده لونه ليموني، تمام. انما بنص الانلاين اللي موجود داخل كود اللي ملحق بكود السي اس اس واخد لون احمر. طيب مين اولى من مين؟ مين اللي هيتنفذ قبل مين؟ نشوف في البريفيو ابيض ولا الاحمر، طبعا هو اللي اتنفذ عن اللون الليموني، تمام كده. ليه؟ لان الاولويه للانلاين، الاولويه في تنفيذ الاكواد سي اس اس للطريقه بتاعت الانلاين دي اول نقطه. اوكي نكمل بعدين. بعد الانلاين يبقى الانلاين رقم واحد. الحاجه الثانيه اني رول ديفايند ان ذا ستايل تاج ويل اوفررايت رولز ديفايننج ان اكسترنال ستايل شيت فايل. يبقى الحاجه الثانيه اي
قواعد بتتحط جوه او اسمين الستايل اللي بيتحط في الهادي في في الهيد بتسبق اي اكسترنال شيت فايل. طيب خلينا ننفذها تنفيذ. يبقى طالما انا عندي ستايل وهنا ابتدي اكتب اكواد يعني ماشي هكتب كود ونفرض مثلا خلينا نشتغل على اتش 6 او ماشي اوكي نعمل كنترول زد. طيب ادي اتش 6 هبتدي انا اشتغل على اتش 6 هنا ادي اتش 6 وبرضو color red. اوكي ننظم شوية الاسطر نكفل بالفصل المنقوطة. يبقى انا كده عندي ستايل بيتحط عندي ستايل تمام وساعتها ابتدي انا استخدم الوسم لينك. هستخدم الوسم لينك باني اربط او مثلا خلينا نقول بات امبورت على سبيل المثال. طيب خلينا نقول بستخدم الوسم لينك. فاكرين الوسم لينك الوسم السنجل ونقول مثلا انا عايز اتش ار اي اف بتساوي وانا هربطها بملف سي اس اس 5 دوت سي اس اس. اوكي تمام كده انا عندي اتنين رول عندي باستخدام وسم لينك وعندي باستخدام ستايل اللي بروياليتي انه فيهم. ولنفرض الاتش 6 هنا واخد لونه احمر وانا الاتش 6 المفروض لونه ليموني. نشوف مين اللي يتنفذ اللي حصل اللي تنفذ اللون الاحمر. طيب اللي هو انه واحد فيهم اللون الاحمر اللي تنفذ اللون الاحمر اللي هو موجود فين اللي هو موجود فين في الوسم ستايل. يبقى البروبابيلتي الاولويه الثانيه بقى بعد الانلاين سي اس اس. الحاجه الثانيه بتكون عباره عن جميع الاكواد اللي بتتحط جوه الوسم ستايل بدايه من هاي. الحاجه الثالثه بقى اي حاجه اكسترنال. المقام الثالث اي حاجه اكسترنال بتتنفذ بعد كده في المقام الثالث. طبعا يا رب تكون الصوره ديت واضحه وتكون بسيطه. هاندلنج براوزرز ديت مش هنتكلم عنها دلوقتي بتاعه البراوزرات القديمه واحنا حاليا يعني لو ان شاء الله باذن الله لو جه الحديث عنها هنحاول نتكلم عنها لكن حاليا انا مش بفكر اني اتكلم عنها. طيب في المقام الاخير سي اس اس كومنتس اخر حاجه عايزين نتكلم عنها عموما. طيب بما ان احنا كده كده عرفنا ازاي نشتغل سيباريت سي اس اس هنتكلم عن حاجه اسمها الكومنتس او التعليقات. طبعا التعليقات معروفه ومعروف مهمتها ومعروف دورها للناس اللي هي ما كانتش متابعانا في كورس ال HTML اللي فات. بالله عليك ارجع لكورس ال HTML اللي فات ودور على حاجه اسمها التعليقات ودورها البرمجي. التعليقات دورها البرمجي مهم جدا وانا مش هعيد الكلام اللي قلته في كورس ال HTML اللي فات. حضرتك ممكن تكلف خاطرك وترجع شويه علشان تشوف ايه فايده الكومنتس. انا بس هتكلم عن الطريقه اللي اقدر بيها ادرج كومنت جوه كود السي اس اس باستخدام العلامتين دولت الفورورد سلاش وبعدين ستار وده نعكسها بالاشبريكت ريتات والستار ديت وبعدين الفورورد سلاش مره ثانيه. يعني لو انا كنت عايز ادرج كومنت معين جوه كود السي اس اس هنا فكل اللي انا عايز اعمله اني ونفرض مثلا انا جوه خلينا نقول قبل الوصف بادي ونفرض ادرج كومنت معين واقول هير از ذا party rules واقفل الكومنت بالعكس تمام. ده عباره عن تعليق من التعليقات وهكذا. ده بالنسبه لطريقه ادراج الكومنتس داخل ملف ال سي اس اس تقريبا على ما اظن. مفيش حاجه ثانيه. اوكي كده مفيش حاجه ثانيه. سعيد جدا باستضافه حضراتكم على مدار حلقه النهارده وعلى مدار التطوير بالكامل النهارده باذن الله. النهارده اتكلمنا عن سي اس اس انكلوجن واسوسييتنج ستايل. اتكلمنا عن الانكلوجن بتاع سي اس اس وقلنا ان في اربع طرق مختلفه اقدر ادرج بيها مع عناصر سي اس اس وقلنا ان افضل طريقه او اقصر طريقه انا بفضلها بتكون الاكسترنال سي اس اس بان انت تفصل اكوادك في ملف سي اس اس لوحده وتفصل اكواد ال اتش تي ام ال في ملف لوحده وبتربط ما بين الاثنين باستخدام الوسم اللي اسمه لينك. الحاجه الثانيه بالنسبه للاسوسييتنج ستايلز مين اولى من مين مين اعلى من مين اتكلمنا قلنا ان في المقام الاول بيكون عباره عن السطر البرمجي انلاين سي اس اس. الحاجه الثانيه بتكون عباره عن اي حاجه مكتوبه ما بين الوسم ستايل بدايه من نهايه. الحاجه الثالثه بتكون عباره عن اي حاجه مربوطه في ملف خارجي. والنقطه الاخيره اتكلمنا عن الكومنتس التعليقات في ملف السي اس اس وازاي ندرجها. دور التعليقات البرمجيه اتكلمنا عنها في كورس ال HTML اللي فات. راجع كورس ال HTML اللي فات علشان تكون في الصوره اكتر. الكورسات كلها مبنيه على بعض. سعيد جدا باستقبال حضراتكم وسعيد جدا برد على اسئله واستفسارات حضراتكم. اني طيب اني واي وبكده بكون هختم حلقه النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.